أهداه للدنيا الكريم فكرمت فتقاصر الشكران عن تلك اليد ملأت محبته القلوب فنبضها لحن سماوي على اسم محمد وترنمت شتى الشفاه بوصفه وكماله أعيا حبال الحسد بشر نعم لكن أتم صفاته رب الأنام وقال للدنيا اشهدي أتى بشريعة الإسلام دينا تميز بالكمال وبالتمام لديت المصطفى قلبا محبا وروحا تبتغي رتب التسامي يا الثقلين أرسل فهو رمز لإيمان وصدق والتزام أخو جبريل حين أتاه وحي وحسبك بالأخوة للكرام تلاقى مرسل وأمين وحي على ترتيل آيات عظام لقد بعث الرسول لنا ضياء يفرق ما تراكم من ظلام فبدد نوره ليلا انحراف وجلى ما تكاثف من قتامي وأسرج خيل إيمان وهدي فكان صهيلها نحن السلام وأرسلت الصلاة عليه نبضا يفيض به سروري وابتسامي توارثنا الصلاة عليه جيلا فجيلا بعد أجيال الكرام الحبيب وكيف أنسى فضله والكون ينهل من معين نداه أعداؤه شهدت لطيب خصاله ويظل للدنيا يفوح شداه تتلوه في ملكوتها الأفواه أصحابه من بعده ساروا على نهج الحنيفة واهتدوا بهداه
حالي من نصيب هل حالي في الوصال من نصيب على حبيبي بدر التمام زين البرايا جم العطايا أحلى الهدايا إلى الأنام كيف أرضى للنور حقا صير أنقى بالالتزام صلاة ربي مع السلام على حبيبي بدر التمام قلبي رسالة من الحب هنا في آخر الركب محب قصده رؤياك يحار القلب والفكر يحار اللحن والشعر رسول الله ما السر